الحب الواعي، ما هو الحب الواعي؟ الحب الواعي أول شيء هو شنو الحب؟ شنو الحب؟ هو الحب إحنا يظهر كيعني تلبية احتياجات عاطفية فكرية جسدية، فلما تتلبى هاي الاحتياجات نشعر بالأمان والاستقرار والسعادة، وطبعاً تبدأ هرمونات السعادة كلها تقوم تشتغل. لذلك لما الواحد يحب يقوم يشوف الدنيا بامبي فرفة خلاص يشوف كل شيء حلو وسعيد. زين، فنبدي هنا طبعاً الحب بمراحل وبأنواع وتكلمنا عنه بالحلقة السابقة، بس شنو هو اليوم نريد نتكلم عن الحب الواعي والحب الأعمى. أنا دائماً كان المقولة الشهيرة مراية الحب عمية تخلي الكوسة بامية، ففعلا يعني مرات الواحد لما يحب ينعمي. أيه. ومرات يجي يقول لك حب وعي، طب احس انه كيف حب وعي؟ لانه أيه. اذا حبيت بوعي حشوف عيوبه. ايه، فاديني هو مهم تشوفين عيوبه، لان انت لما تكونين في علاقه حب سواء زوج او حتى بالمناسبه اليوم احنا بدنا نحكي عن الحب الواعي والحب الاعمى، مو بس زوج وزوجه، الاولاد بدايه من الاولاد، حتى الاولاد يعني مرات نحب ابنائنا بطريقه عميه ما نشوف انه هم دا يغلطون. فلما تشوفين الاخطاء لابد ستوب ساين وحاله هدوء وتراجعين نفسك، نراجع انه هل احنا، لان الحب الواعي هو حب ما باستغلال، هو حب في توازن، هو في حريه نوعا ما بابتزاز عاطفي. زين، هاي مهمه جدا، وبنفس الوقت ما بتملك، لان لما تكتمل هذه المجموعه انا اسميها العوامل المخربه للعلاقه، بس تصير كلها ينتقل الحب، يموت من مرحلة الفرفشة إلى الاحتراق، إلى خلاص ينتهي، والعلاقة تبدأ تدريجياً بالذبول.